اسمي محمد عماد، انا الفاوندر اوف شغلي. الويب سايت نفسه تبع شغلي راح يكون معمول بطريقه ريسبونسيف، بمعنى انه راح يشتغل على البلاتفورم تبع، مثلا راح يشتغل على البي سيز، على التابلتس، على حتى الموبايل ديفايسز، وراح يكون معمول بطريقه كتير عصريه. راح نشتغل كتير على الديزاين، على اللاي اوت، راح نستخدم مثلا CSS بلس HTML5 لحتى نوصل الفكره بطريقه هيك سلسه للناس يقدروا من خلال خطوتين ثلاثه على طول يرفعوا الملفات تبعهم على الانترنت. بدايه الالهام اجانا من التكنولوجي ديفايسز اللي موجودين حوالينا اليوم، الجادجتس او التولز اوف برودكتيفيتي. يعني اليوم صار في الموبايلات الموجوده بين ايدين حتى الاطفال، صارت عندها القدره انها تصور مثلا الترا اتش دي وهالقصص. فكل هالتكنولوجي الموجوده بين ايدينا ممكن انها تساعدنا لان نخلق كونتنت ويكون الكواليتي تبع الكونتنت هذا انه عن جد هاي كواليتي. حاول نشتغل اكثر على البراندنج تبع شغلي، راح احاول اعمل بارتنرشيب اكثر مع الكونتنت بروديوسرز سواء كان في المملكه العربيه السعوديه او في الشرق الاوسط بشكل عام، الناس اللي عم تخلق محتوى حقيقي على الانترنت. نتامل نعمل معهم بارتنرشيبس انهم يحطوا شغلهم عندنا ونحن نساعدهم نعمل بروموتنج للشغل. وبشكل شخصي انا بشوف نجاح الويب سايت انه يوم ما اشوف المسيل الفلاني بيحكي لجمهوره انه فيكم تروحوا وتعملوا داونلود للالبوم تبعي من على الويب سايت تبع شغلي، او الكاتب الفلاني بروح بيحكي للجمهور تبعه فيكم تشتروا الكتاب من على ويب سايت شغلي. لذلك اذا شايف انه الفكره مجديه فيك تدعمنا من خلال التصويت، وشكرا.